المرأة الإماراتية متمكنة من قديم الزمان. فهي كانت الأم، هي كانت الأخت، هي كانت الزوجة، وكانت مصدر أساسي لاقتصاد الأسرة. دعم المرأة وتمكينها لا يعد فقط من الضرورات الاجتماعية، بل هو استثمار حقيقي. دولة الإمارات تتصدر عالمياً في تمكين وريادة المرأة الإماراتية وحماية حقوقها. فخوراً أني أكون بنت راس الخيمة، فخوراً أني أكون بنت دولة الإمارات العربية المتحدة. أثبتت المرأة الإماراتية عبر السنوات أنها شريك حقيقي في مسيرة التنمية والتقدم. شيخ زايد الله يرحمه يغفر له، كانت يعني المرأة تمكنت أكثر شيء بالشغل وبالدراسة، والله يرحم الشيخ صقر خلاهم يتعلمون محو الأمية، يعني سوى لهم مدارس وتعلموا، ومن ضمنها من إحنا. يعني نحتفل اليوم بواحدة من أجمل المناسبات الوطنية اللي تعبر عن فخرنا واعتزازنا بدور المرأة الإماراتية في بناء وطننا الغالي. أتقدم بجل التهاني والتبريكات إلى أم الإمارات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي كانت لها الريادة في تمكين المرأة، وإلى سمو الشيخة هنا بن جمعة الماجد أم الأبطال حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر قاسمي حاكم رأس الخيمة، التي مكنت المرأة وسخرت لها كل الإمكانيات لدعم المرأة في إمارة رأس الخيمة. فلنكن جميعا يدا بيد لتحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي.